هو ده اللاعب اللي تحتار فيه، هو حلو ولا وحش، أسطورة ولا عاهة، تحبه ولا تكرهه. هتفضل تفكر لحد ما توصل لنتيجة واحدة، إنك لازم تاخده على بعضه كده وترضى بيه. محور الأرض الأخطبوط، لما كان في عزه كان بيتحكم في رتم الملعب كله، لو راجل اقطع منه الكورة، ولو راجل أكتر استحوذ على فريقه وهو موجود. ميسي قال عنه إنه الجندي المجهول في جيل برشلونة الذهبي، وتشافي من كتر ما هو عارف قيمته مش قادر يستغنى عنه. أنت تعرف إيه عن بوسكيتس؟ بيلعب في برشلونة وشكله من إمبابة؟ يبقى أنت ما تعرفش حاجة، وتعالى وأنا هحكي لك الحكاية. اسمه سيرخيو بوسكيتس بروكس، اتولد في 16 يوليو 88 في سباديل في أسبانيا. أبوه كارلس بوسكيتس حارس مرمى برشلونة في التسعينيات، وقبل ما تنقعس قوي كده هو كان حارس بديل زي قلته عادي جدا، وكان مبسوط انه في برشلونة وخلاص. وقبل ما تقول ان بوسكيتس لعبها بالكوسة، فعايز اقولك لا برضو اصبر وهتفهم. زيه زي اي لاعب من هو صغير وهو بيحب الكرة ومتعلق بيها، وساعده على كده ابوه اللي كان مؤمن ان ابنه هيبقى لاعب من انجح اللعيبة وانجح منه كمان، وكان عايزه يبقى حارس مرمى. وفعلا بدأ كده لحد ما لقوه بيلعب برجله بشكل مميز قوي. ابوه كان شايف انه لازم يبدأ في مكان يتطور فيه ويتعلم بعيدا عن المنافسة اللي ممكن تقضي على مسيرته بسرعة، فانضم لنادي محلي اسمه باديا، وبعدها بسنة راح نادي تاني اسمه باربيرا اندلوسيا، وفضل معاهم 3 سنين لحد السنة 99. وقتها فانجال قال لكارلس بوسكيتس اتكل على الله انت، شوف لك نادي تاني. وبوسكيتس اضطر يسيب الاكاديمية بتاعته وينضم لاكاديمية ليدا، وفضل هناك 3 سنين فيهم بقى اشهر لاعب في الاكاديمية، والفرق في اسبانيا سمعت عنه. لكن بعد فترة حس انه مش مرتاح هناك ومحتاج يغير فريقه، واتنقل لفريق جاباك تيرارسا، وده كان نادي شاطر في تسويق لعبته. وبعد موسمين معاهم راح كشافة من برشلونة يتابعه، وكتب تقرير قال فيه انه انسب لاعب شاب في العالم لأسلوب برشلونة. برشلونة ما كدبش خبر وتعاقد معاه فورا جزيلا، وانضم لللاميسيا اخيرا. يعني انت لو فاكر ان بوسكيتس ابن النادي والكلام ده، فهو انضم لبرشلونة وهو عنده 17 سنة، مجرد ما وصل اكاديمية برشلونة وهو محبوب من الكل. اسلوب لعبه وطريقة تعامله كانت مثالية، وفضل يترقى لحد ما وصل لبرشلونة به. مين بقى كان مدربه هناك؟ ايوة بيب جوارديولا، اللي كان مقتنع بيه جدا وكان بيشرف عليه بشكل خاص. ده بقى يقولك ليه اول ما بيب مسك الفريق الاول صعده معاه على طول. بعد موسم السداسية الشهير اللي كان أساسي فيه يايا توريه، واحد من أفضل لعيبة الارتكاز في العالم وقتها، بيب قرر فجأة إن بوسكيتس هو الأساسي وتوريه ممكن يرحل عادي جدا. محدش كان فاهم حاجة، ازاي وحش زي توريه يمشي ويستلم مكانه عيل صغير؟ لو نفضوا ألم هيطيره. لكن ده اللي حصل، توريه راح السيتي وبوسكيتس حل محله، وعينك ما تشوف إلا النور. الواد عمل الخلطة السرية مع تشافي وإنيستا، ومش بس كده، ده مع أسبانيا كمان. انضم المنتخب أسبانيا في إبريل 2009، ومع الوقت بقى أساسي معاهم. برشلونة جدد له عقده ل 2015 خوفا من الفرق التانية. مسيرة بوسكيتس مع برشلونة كانت مثالية جدا، اسلوب لعبه مناسب ليه، والفريق كله شبه بعضه في خصائص اللعب، وبالتالي الوضعية كانت مريحة. لحد ما عمل حاجة كرهت الناس فيه، لما مثل انه انضرب في مباراة الانتر وطرد تياجو موتا. ساعتها العالم كله انفجر فيه، وبدأ شرخ بينه وبين الناس، خصوصا ان الانتر صعد برشلونة. لكن جودة بوسكيتس وقتها كانت مخليه حرفيا افضل ارتكاز في العالم، وصعب حد يتجاوزه. فاز مع اسبانيا بكاس العالم، ومع برشلونة بدوري الابطال الثاني في 2011. ورغم ان برشلونة تعاقد مع واحد تاني من افضل الارتكازات في العالم، ماسكيرانو، الا ان بوسكيتس فضل اساسي وماسكيرانو تحول لمدافع. بعد رحيل بيب برضه ما كانش فيه خطر على بوسكيتس، اتغير مدربين كتير وهو ثابت مكانه، حتى لما جه لويس انريكي فضل مكمل. وبرشلونة ما فكرش يجيب لاعب مكانه، وخد الخماسية معاه رغم انه تشافي كان في اواخر مسيرته، وانيستا كمان.
بعد إنريكي دخل برشلونة في فترة كارثية في أوروبا، والفريق بقى ملطشة مع اعتزال أغلب الجيل الذهبي. الإدارة تعاقدت مع لعيبة أقل في الجودة ومش قادرين ينفذوا فلسفة الفريق، والموضوع أثر على بوسكيتس بالسلب ومستواه وقع. ما هو طول ما الكرة في رجله هو أسطورة، لما تبقى مع الخصم هو ملوش لازمة، وده كان سر نجاحه مع إسبانيا طول السنين اللي فاتت، لحد لما جه تشافي درب برشلونة. تشافي عارف قدراته كويس وعارف ازاي يقدر يستفيد منها، فعمل منظومة باربع لعيبة في الوسط علشان يغطوا المساحات ويوفروا استحواذ لبرشلونة يضمن ان بوسكيتس هيتألق. وفعلا اهو حاليا هو من افضل واهم اللعيبة في برشلونة بعد رحيل ميسي وبيكيه، بقى هو القائد الاول للفريق بدون منازع، ورفع اول لقب ليه كقائد بعد الفوز بالسوبر الاسباني على حساب ريال مدريد. وشكلها كده صديقي فيها القاب كتير جاية. بوسكيتس اسطورة ومن افضل اللعيبة في التاريخ في مركزه، يمكن شكله مستفز ما تحبوش، اسلوبه ما يعجبكش، لكن محدش يقدر ينكر اهميته لبرشلونة والمنتخب اسبانيا في الجيل الذهبي للاتنين، علشان كده هيفضل عايش في تاريخ الكورة. وبس يا سيدي، هي دي حكاية بوسكيتس.